أطلق عليه الطيارون الروس الشيطان الأسود، وفي موطنه لقب بفارس ألمانيا الأشقر. إنه إريخ هارتمان الذي أسقط 352 طائرة للحلفاء في الحرب العالمية الثانية. حصل على رخصة الطيران الشراعي ولم يتجاوز عمره 15 سنة، ليصبح أحد طياري النخبة الألمانية. تستطيع تمييز طائرته بسهولة، فستجد قلب واسم حبيبته كرايا عليها. نظره كالصقور، ورد فعله كالبرق، وهدوءه كالجليد، مقومات جعلته كآلة قتل مرعبة ليس فقط للروس ولكن للأمريكان أيضا. لم يستطع أحد إسقاطه من الجو، لكن تم أسره على الأرض من الجنود الروس. وبسؤاله عن سر نجاحه قال: لا أطلق النيران إلا عندما أقترب بشدة من الهدف. تقلد أعلى الأوسمة في ألمانيا، ليتوفى عام 1993 عن عمر يناهز 71 عاماً.